رمضان في ديرتنا، بفريجنا، في بيوتنا، من أول يوم في بدينا، وفي دروب الخير سرينا، تلاقي فيه الاحترام وأخلاق الكرام والطيبة طبع فينا. والهدوء والسكينة، ولو عصبنا بالكلام نصفة كلمة وسلام. هذه عاداتنا وإيماننا ثباتنا، بمحبة نشارك الغير، وقلوبنا تضوي بالخير. وين ما تلاقي الكرم تلاقينا، في كل لحظة برمضان يمعتنا أخلاقنا قيمنا وعاداتنا، فيها الخير كله.